This program is sponsored by Marymount College of the Holy Family, Parramatta. Success, and our program is filmed right here at Maronite College of the Holy Family. My name is Sister Margaret, and I'm the principal of the college. And this today we have two special guests from our LOTE department. Marie Safi, how are you, Marie? Alhamdulillah. And Albert Wehbe, how are you, Albert? Hello, Sister. Now, both of them have been involved with Arabic for a long time at the college. Marie, you're currently the coordinator for Arabic for LOTE. Do you want to tell us a bit about what that involves? اوكي انا منسقة اللغة العربية بالمدرسة بعمل اكيد البرامج بعمل الامتحانات بجرب شجع التلاميذ قد ما فيي حتى ياخذوا اللغة العربية وهذا تقريبا شغلي بالمدرسة انا اشتغلت بالمدرسة سري كمان 23 سنة مع مريم نتعاون سوا تعملنا أسسنا بالواقع اسم للغة العربية ماشي مع السلبس الأسترالي الموجود حاليا تعبنا كتير تنلاقي مصادر مراجع للطلاب وحاولنا جدا أنه نعمل عملنا كتير بشكل شيء للتلاميذ يقدروا يتعلموا اللغة يلي هي بالفعل لغة صعبة انه تتعلم ببلد مثل استراليا بلد وحادي اللغة عنده لغة واحدة بيحكيها ما مستعد يتعلم لغة تانية عم نحاول بهالبلد هيدا وبفضل رهبة العائلة المقدسة المارونيات يلي أسسوا هالمدرسة من مدة طويلة وكان هدفهم قبل ما وزارة التربية والبورد اوف ستادي يدخل اللغة العربية إلى المنهاج الرسمي هن أدخلوا اللغة العربية إلى العالم الصحراء الكبير الجزيرة الكبيرة واعتمدوها لغة أساس من الحضانة حتى الصف العاشر السادس لأنه كانت مرحلة ابتدائية ومع تطور المعهد كمان انطلقت اللغة العربية من الصف السابع للصف العاشر لغة إلزامية للطلاب وأصبحت فيما بعد لغة اختيارية في الصف الحادي عشر والثاني عشر رحلتنا مع اللغة بالابتدائي استلمت فترة أنا تحضر برامج الابتدائي وكانت هالفترة كتير شيئة بالنسبة لي لأنه خلتني أرجع أشتغل شوي مع الطلاب الصغار وضعت برنامج متلائم مع المقرر الرسمي وكان لابد من إيجاد مراجع بعد كتب الاستشارة بالبعيني أنهم يشتغلوا فيها سيستم مارلين لقيت مرجع بدار نشر ببيروت اتصلت معهم تواصلت معهم وادخلت هالدار بصلب البرنامج وحولته من كتاب ورقي الى كتاب يستعمل على اللوح الذكي تساعد المعلمات بالصف يقدروا يسهلوا اللغة لتلاميذهم يقدروا يوصلوها لتلاميذهم بشكل كتير شيق وحلو وكان عندي حلم أنه كفي يكون على الموقع الرسمي للمعهد زاوية معينة الأهالي من البيت بيقدروا ينقروا عليها يفوتوا ويتسمعوا النصوص لأنه المشكلة اللي لقيتها أنا وعم أحضر البرامج بالابتدائي أنه طلابنا هني صاروا من الجيل الثالث والرابع أهلا بالبيت ما بيقروا عربي سألوني خطرت براسي هالفكرة أنه سجل النصوص كلها سجلت كل النصوص للمراحل الثلاثة المرحلة الأولى المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة وضعتها على سمارت بورد وهلأ عم نحاول نلاقي طريقة نقدر نخلي الأهالي من البيت يفوتوا ويسمعوا النصوص ويعلموا أولادهم من بيتهم. Okay, that's a good project. So trying to educate the parents in Arabic as well. Murray, do you want to talk a bit about the Arabic in secondary, what you teach, what are the subjects and... نحن بالقسم السنوي أكيد بنتبع مقررات البورد أوف ستاديز معهد الدراسات وهو عملنا برامج تقريبا كل المدارس بتمشي عليها
مش برامج كتير محددة، يعني بخلونا نعطي دروس ومحاور كلها بتدور حول حياة الطالب واهتماماته، شو بحب بالحياة، مثلا بعض الأشياء، هوايات الطالب، التسوق، شوبينج، الحياة المدرسية، الحياة العائلية، يعني كل النصوص وكل الدراسات اللي بنعملها بتدور حول هالمحاور هولي. أكيد عدد الساعات مش كافي مشان التلاميذ يقدروا يتمكنوا من اللغة مثل ما نحن بدنا، بس هيدا اللي معطى للغات بأستراليا. واللغة العربية أكيد مثل بقية اللغات عم بتعاني شوي من إنه مش عم يختاروا كتير التلاميذ ياخدوا لغة أجنبية كونهم هني عايشين بأستراليا ويمكن مش بحاجة لإلها، وخصوصي بهالعمر ما بيعرفوا قديه هي مهمة لبعدين. يعني بس يدخلوا بالعمل قديش مهم أن يكون في عندهم لغة تانية غير اللغة الإنجليزية. مزبوط. أن واتسنام يعرب وملحي كانت لمي زنة ما حبت العربي، بعدين راحت تشتغل بإس بي إس وبميدل إيست وقالت يا رايت تعلمت، وهي من أشهر المذيعات. هلا رجع عن تدرس عربي عن جديد. هلا هني مبدئيا الأولاد بهالعمر ما بيفهموا شو معناتها. انه انا بالزمان من 6 سنين دعيت لاعطي كلمه عن الحضاره العربيه بمدرسه استراليه. تفاجات انه التلاميذ هوني كلن شي دكاتره، شي مهندسين، شي نيرسز. اسالت المدير ليه، قال لي لانه هول نيكست يير بدهم يروحوا يشتغلوا بالخليج، وواحده من المهم الكريتيريا المهمه انه يكونوا بيفهموا شو هي الحضاره العربيه. انا وجاي قلت قديش تلاميذنا بسيدة لبنان محظوظين انه مدرسه عم تهتم فيه نتعلمنا العربي من الكيندي جاردن لليير 12، هن عم يرفضوا. صعب مش بس لانه عم يتعلموا يعني لغه تانية اجنبيه، بس كمان لانه العربي اللي عم يتعلموه الفصحى مش العربي اللي عم يدرسوه. Besides the language, you also teach the culture and you do concerts, Mirath in Mind. Do you want to talk about that side of LOTE? تلاميذنا عم يشتركوا تقريبا كل سنة ببروجكت طلعت فيه جمعية اسمه ميراث في البال، وهن بيجربوا يشجعوا الفن والتراث والحضارة العربية وخصوصا اللبنانية، بياخدوا مثل أسطورة لبنانية وبيخلوا التلاميذ، منخلي نحن تلاميذ نشتغل نحن وياهم على مدى السنة بمجال الفن او بمجال الكتابه او الفاشن، عرض الازياء او شيء، يعني هيدا عم بخلي تلاميذنا يرجعوا يشوفوا تراثهم. وفكره كتير حلوه الفكره اللي طالعين فيها، انه التلاميذ حتى وقت بيروحوا حتى يعرضوا عم يلتقيوا مع غير تلاميذ عم يتعلموا نفس اللغه، بشجعهم وبيصيروا فخورين انه هن عم يتعلموا حضارتهم. Anything else you want to talk about in regards? We used to teach French, I know, and then it stopped. Why? Okay, أول ما بديت أنا بديت سنة 1989، يعني هيدي 26 سنة بالمدرسة، وتقريبا وقت اللي بديت كانت اللغة العربية بعد كم سنة إجبارية للصف الثاني عشر، وكانت اللغة كمان الفرنسية موجودة لليرتوار. وكان في عنا حتى مش بس يعني عندهم 2 يونيت تلاميذ، حتى كان في عنا اكستنشن تلاميذ. كان في اسباب عديده، اول شيء كانوا الاهل لانه بعدهم طازه بعدهم بيفهموا بيشجعوا اللغه العربيه وبيعرفوا اللغه العربيه. هلا نحن صرنا ثيرد جينيريشن، يعني كتر خيرهم اذا اولادهم عم يتعلموا. كلغه فرنسيه كنت بحب انه تضل موجوده بالمدرسه، بس لانه عدد التلاميذ عم يتضاءل ما في كثير عم ياخذوها مش عم تمشي. Anyway, we're running out of time. Anything you want to say تشجعوا الاولاد ياخذوا عربي او anything you'd like to say to end off؟ الاولاد نقدر نشجعهم، عم نخلق اجواء تعليميه سليمه. دخلنا كثير الوسائل التقنيه الحديثه، الانترنت. هلا حاليا بالقسم السنوي مثلا وصلت السنه لدار نشر ببيروت عم يعمل كتب رائعه لتعليم الطلاب كلغه ثانيه، وهو عاملها
وموجهة خصوصا للطلاب بأوروبا بأمريكا وبأستراليا. وصلت أنا وياه هنا عم أعمل دراسة عن الكتاب هلأ كيف ممكن تلاميذنا يستفيدوا منه هون إذا بدنا نحاول نجيب الكتاب، لأنه كله موجود إيبوك، موجود كل أكتيفيتي موجود ديجيتال، النصوص كلها مسجلة ومتقون ومعمول بشكل كتير متقون ومدروس، أنه التلميذ بالمرحلة بالير 7 to 10 يقدر يتعلم لغة يقدر يكفي فيها بعدين بال 11 and 12 إذا بده. أنا بفكر أنه تجديد البرامج شيء كتير مهم ونعمله من واقع التلميذ حتى التلميذ يحبون ويرغبون، يعني بدنا نضل نشتغل ونواكب الأشياء اللي عم تطلع مع العصر حتى نخليهم يحبون. Thank you Marie, thank you Albert. يا أهلا سيستر. And we'll be back after the break. Thank you. شكرا. This program is sponsored by Marymount College of the Holy Family, Parramatta. What do you do if your child has too much homework? To make the learning for the students better, more engaging. What do you do if your child does not have homework? And we put the children as per their ability. Do you prefer the traditional methods of teaching? Here we've got interactive whiteboards in all of the classrooms. Yeah. If you want answers to these questions, watch our program Educating for Success with Sister Margaret Horson, the principal of Maronite College of the Holy Family, Parramatta on Midpoint TV. Welcome back once again. Previously we were talking about LOTE at the school. We're going to move on now to discussing generally what is education, what does our school provide, and where we're hoping to head in the future. And to help me with that, we have Sister Irene. How are you going, Sister Irene? Good, thank you. Sister Irene is the Superior of the Maronite Sisters of the Holy Family here at Parramatta, and she's also the Deputy Principal for Secondary. So, Sister Irene, go ahead and tell us what you want to say. Yep. حي المشاهدين أو السامعين أول شيء، وتاني شيء بدي أحكي شوي بالعربي عن النشاطات المستقبلية للمدرسة. شو المدرسة هالمعهد مفكر يعمل؟ لأنه العالم لقدام وبسرعة. نحن بصدد شراء الأبنية المحاذية للمدرسة بهدف خلق مساحات أكبر للملاعب وللرياضة، لأنه مساحاتنا كتير قليلة. ولغاية تانية لأجل نقل المبنى المحاذي للكنيسة إلى جهة ويستن ستريت، من أجل تخفيف تنقل التلاميذ بين المبنى، والأهم شيء المحافظة على سلامتهم، لأنه أليس ستريت كان بي فيري بيزي ستريت. هاي من جهة. عنا شيء تاني للمستقبل، تطوير المخابر العلمية اللابس وفتح آفاق المعهد للتلاميذ من غير إثنيات مختلفة. لحديت هلأ الأكترية 100% أو 90% هن لبنانية عرب بيحكوا باللغة العربية أهلهم، وفي 10% أكيد في زواج مختلف. بس للمستقبل إن شاء الله هالمعهد بيستقبل طلاب من كل الإثنيات وبالخصوص الخالقين بأستراليا. Do you think you know هل كلهم لبنانية الأولاد أصلاً لبنانية؟ Do you think parents are accepting بيقبلوا غير؟ نحن عايشين ببلد أسترالي، وهالبلد اللي حضنت الكل، نحن بدنا نساعد الأهل ونساعد الأولاد يكون عندهم ذهنية منفتحة ويعيشوا الانتجريشن بكل أبعادها.
لأنه ما بيسوى نكون منغلقين على ذاتنا. One community بيحكوا ذات اللغة عندن ذات العادات. وبعتقد إذا كانوا في تلاميذ من غير خلفيات بيكون أفضل لتلاميذنا، حتى لأنه بس يخلصوا من هون بدهم يروحوا على الجامعة أو يروحوا على العمل، هناك ما رح ينقوا رفقاتهم أو اللي بدهم يكونوا معهم، ولازم يكونوا تعودوا يتقبلوا الآخر المختلف عنهم باللغة أو بال skin color أو بالreligion. لازم يتقبلوا كل شخص ويعيشوا معه بعقلية منفتحة. Which is what we teach in education anyway, to be open to everyone and accepting. وبترك حواي كمان حكي عن كل الفئات على اختلاف أنواع دون تفرقة. بحب ردد الكلام اللي قاله مؤسسنا البطرك الحويك من أكثر من 100 سنة، قال مدارسنا للجميع لكل التلاميذ ودون تفرقة بين الأديان وبين الأجناس. Yep, that's right. Patriarchy is the way. It might be good if we tell our viewers what we have at the school, the facilities. الفاسيليتيز أكيد نحنا عم نواكب العصر وعم نواكب وزارة التربية والمناهج الحديثة شو لازم يكون عنا، وقد ما فينا عم نجرب نطور الفاسيليتيز اللي عنا. مثلا عنا اللابس، عنا 2 أو 3 مخابر وحدثناهن مؤخرا من 2 أو 3 جددناهن. عنا كمان الميوزك، وأغلب الأولاد اليوم بيحبوا، بالخصوص الأولاد الجايين من اللبنانية بيحبوا كتير الموسيقى. عنا النجارة، عنا الفود تاك، كمان تلاميذنا أغلبية بيحبوا ينقوا هالقسم هذا. بدك تساعديني؟ got the hall. الهول عنا 2 هول وعنا جيم. هلأ عم نجهزه في قسم كبير، وهلأ للمستقبل عم نجهزه بمكانات حديثة أكثر. Computer rooms. الأولاد library، عنا 2 library حديثين كبار. عنا playgrounds of course. وآخر واحد كان هدينا بناية تمشين نعمل مطرح حشيش وأخضر للأولاد يكون في قسم. بس عنا شيء منضل منفتقر للأماكن الواسعة لأولادنا تيلعبوا. Space, it's always space. An issue. Yeah. You were principal at this one. You're also principal at St. Maroon's College over at Dulwich Hill. And you've also, you know, been in schools. How many years have you been in school in Lebanon and in Australia? بلبنان عملت 10 سنين. كمان 3 سنين الأخرانيات بلبنان كنت مسؤولة عن مدرسة تنورين. عن تنوري بتنورين، وكان مدرسة كتير حلوة وكتير. اليوم تلاميذ اللي تخرجوا من هالمدرسة كلن بنفتخر فيهم. كمان جي بسيدة لبنان قعدت 10 سنين قبل هلأ، نقلت على دلوش هيل على سانت مارونز كمان قعدت 7 سنين. رجعت أخذت 1.5 أو 2 time off and here I am back. So over the many years of education, what have you, what are your successes, what have you enjoyed, how do you see education moving? Education أو التربية أو المدرسة أو العلم بالنسبة لي هو number one. لأنه بعتبر التربية أو التعليم هو رسالة. أنا عندي رسالتين، رسالة كون راهبة مكرسة، ورسالة تانية أخدم بالمدارس وبالتربية. وبالفعل كل يوم وسألتيني شو هني النجاحات، كل ما كبرنا بالعمر وبالحياة وبالتجربة بنلاقي بعد في أشياء كتيرة لازم نعملها. Such as. في أشياء كتير لازم نحسنها، في إن كان الإداء أو كان الأعمال أو كان كالمعطات. أكيد الإنسان بيكبر مع الأيام
والاشياء كتير بيتغير بي بيصير يشوفها بغير منظار بيستوعبها أكتر. كوميونيكيشن كتير مهمة إن كان مع الهيئة التعليمية أو مع الأهل أو مع التلاميذ. قديش نحن بنستوعبهم، قديش هيدي كتير تعلمتها، قديش الكلام الحلو واللطيف كمان بيساعد كتير الإنسان بيكون بهالمسؤولية. مع الحزم وقت منقول كلام حلو أو المعاطيات الحسنة هي مع الحزم، لأنه وقت في غلط كمان جريمة نسكت عنه، لأنه الأهل بالنسبة لإلنا هن أمنونا على أغلى ما عندهم، ولادهم، تربية ولادهم، مستقبل ولادهم. فإذا نحن نكون بهالمسؤولية مسؤوليتنا كبيرة، لأنه الهيئة التعليمية كمان هي مسؤولة وقت ما بدها تقوم بواجباتها. لحديت هلأ بقدر أقول بشكر ربي على كل أستاذ أو معلمة، لأنه بالفعل عم بيعملوا عمل كتير يشكروا عليه. Thank you. Yeah, I think teachers play a big role in the school. Yeah. I mean, without teachers, don't have a school, and parents. And you're talking about the difficulties. I mean, today we face a lot of broken families, yeah, and you know, yeah, separation, divorce, domestic violence, and unfortunately, the children, yeah, yeah, are the victims. They are the victims. وهون صار العمل بالمدارس كتير مضني ومتعب، لأنه مشاكل عائلية عم بتأثر كتير على الولاد وعلى الطلاب وعلى استيعابهم وعلى نتائجهم. لهالسبب اليوم المدارس عم بتوظف أخصائيين، كانوا كونسلرز أو كانوا بعلم النفس، تمشين يساعدوا ويخففوا من هالعبء اللي عم يحملوه الولاد. بس هذا العصر على الأسف. What are some of the other difficulties that schools face today? I think there's a lot more paperwork, government demands. اليوم بيقولوا requirements. المدرسة أو المؤسسة أو المعهد عم بيطبق كل الريكويرمنتس تبع وزارة التربية، تبع الكاتوليك إدوكيشن أوفيس، تبع اليوم تغير من 20 سنة أو من 15 سنة أو من 10 سنين. كل يوم المدارس عم بيصير أصعب، وعملوا سيرفي من مدة لقيوا أنه قسم كبير بيرفض يكون بالمسؤولية برينسيبلز. ليش؟ لأنه في مسؤوليات كتير 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 على عاتق المسؤول عم بتحطها الدولة. واليوم أنا بالنسبة لإلي في إشياء كتير عم بتصير أنا معهم وبلاقيها كتير منيحة، بس بدل ما نصرف وقت مع الطالب ومع الأهل ومع عم نصرف وقت paperwork لأنه administration كتير. اليوم متطلبات المدارس صارت صعبة، لأنه كله بدكن تحطوه على الورقة، كله بدكن تسجلوه، إن وقع والد، إن جي مأخر، وأي ساعة جي مأخر، ولا جي مأخر، وأي نوع من التأخير وأي نوع من الغياب. هي مثل صغير. اليوم هيدي صارت صعبة، واليوم عم بتقلص من مسؤولية بدل ما يصرف هالوقت for the pastoral care، عم بيصرف هالوقت هيدا ثلاث ارباع واذا ما كان اكثر بالادمنستريشن ورك. بس ما فينا نكون ضد شو بتقرر الدوله هون، وهي الصعوبه كبيره. Yeah, so let's try and then move and finish off on a positive point. Then why do we continue with education? What is the great thing about running schools and as I said, education is a mission. والمشن الواحد ما بيتعب منه، والإدوكيشن بدنا نكفيه شو ما كانت الصعوبات، لأنه بآمن أنا أنه المستقبل بيتعلق على هالجيل الصاعد على أولادنا. لهالسبب شو ما كانت الصعوبات أبداً مش لازم تكون عائق نرجع لورا أو نسكر مدرسة، بالعكس لازم نفتح مدارس بعد أكتر، لأنه المستقبل بتعلق على هالطلاب هودي.
قديش منعلمهم، قديش منفهمهم، قديش منحضرهم للمستقبل. من هالطلاب رح يكون الحاكم، رح يكون المهندس، رح يكون الحكيم، رح يكون المحامي، رح يكون اللي بيشتغل المهن الحرة، ومين بيعرف. فإذا مسؤوليتنا كبيرة، لأنه هودي طلاب، هودي بدن يكونوا بالمستقبل يديروا هالبلاد. ليش ما بدنا نصرف وقت؟ وبدنا يكونوا هني بالكنيسة كمان. ما ننسى نحنا في عنا مسؤوليتين، المسؤولية الوطنية والمسؤولية الروحية الدينية. هو مستقبل الكنيسة، ونحنا كرهبات ورهبات العائلة تركنا بلدنا وجينا لهون تمشين ننشئهم ونربيهم على هالمبادئ الحلوة، مبادئ الدين والأخلاق والقيم الكنسية والإنجيلية. Thank you, Sister. Anything else you want to add before we finish the episode? لا، أنا بحب أشكر ربنا أول شيء، لأنه هو عم بيديرنا وهو عم بيرعانا، وبشكر العذراء اللي حامية هالمدرسة من كذا سنة وبعد حاميتنا، وبشكر كل إنسان هو له تعب بهالمدرسة بهالمؤسسة، إن كان رهبات أو كان كهنة أو كان علمانية أو كان هيئة تعليمية أو إدارية والموظفين. وشكر خصوصي للأهل اللي هني عم بيساندوا المدرسة دايما، وأكيد هالطلاب هني الأمل، وإن شاء الله يضلوا الأمل، لأنه لولاهن ما في مدرسة. True. Without you're right. The school is not just, you know, teachers, as you said, students, parents. Got to also thank the government for the funding. Of course. And, you know, the church. We work with the partnership. That's right, partnership. I think that's it for today's episode. Thank you, Sister Irene. And we'll see you next time for Educating for Success. Thank you. Thank you.